اهلا وسهلا بكل اللي موجودين، اخ واخت، مسلم ومسيحي، بكل التحية والترحيب بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي حسناء، قناتي على اليوتيوب منوعات حسناء، فتحتها وقلت اطلع فيها الطاقة السلبية كلها بحيث تتحول لطاقة ايجابية. حبيت ان انا اعملها رزق ليا ولولادي، مش عيب. الشغل بما يرضي الله مش عيب، وانا كنت شيف قبل ما اشتغل في القناة دي، بس السياحة انضرب، كنت شغالة شيف خباز الحمد لله، كان معايا بوزيشن، بس حبيت اطلع واقول معلومة تفيد وكل يدعي لي واعرف الناس والناس تعرفني، ومن حب ربه حب في عبده، ويا رب تبقى مصدر رزق لولادي ويكونوا انتوا سبب بعد ربنا. ما تنسوناش كلمة حلوة وجبر الخواطر على الله. لو مريت وعجبك الكلام دوس لايك، ما عجبكش مش زعلان، حقك وحقه، والحمد لله رضا من عند الله.